أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. سأكون معكم أنا فارس عوض في تغطية حية ومباشرة، واليوم موعدنا مع مباراة الذهاب لدور 16 من هذه المسابقة. فريق باهيا في مواجهة فريق بوتافوكو. مع مباراة اليوم تبدأ الحسابات وتبدأ الجماهير تشعر بالقلق والخوف، لأن كل خطأ وكل مواجهة لا عواقبها لا حساباتها الخاصة. أي خطأ سيكلف الكثير، في الذهاب سيكون له مردود وعاقبة، في الإياب من يريد ربع النهائي عليه ألا يرتكب الأخطاء. مدرب سأل يضم حارس مرمى في سوق الانتقالات، واليوم راح يشارك المرة الأولى تحت ضغوطات كبيرة. حديث عن أهمية هذه الصفقة للفريق وطبيعة الإضافة اللي راح يقدمها للفريق. تبدأ المباراة رسميا مع انطلاق الشوط الأول. الآن مشاهدينا تشكيلة الفريق المضيف في هذه المباراة. فريق يلعب تشكيلة 4-3-3 التقليدية واللي تعتمد على الأجنحة. يفقد الكرة. ماذا سيفعل الآن؟ يتقدم للأمام. يفشل في ابعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. هذه تشكيلة الفريق الضيف. فريق يلعب بطريقة 4-4-2 واللي راح تاخذ الشكل الدائم في الفريق في مسألة الانتشار في الملعب. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. حكم يقرر إعطاء الأفضلية. وصلت اللعب الآن وتحت الفرصة لهذه الكرة. تمكن من ابعاد هذه الكرة بسهولة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. كرة في مكان خطير بإمكان. هذه هي فرصة هدف. هذه خطرة، هذه خطرة. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. تدخل ناجح على الكرة. نشاهد ضغط متقدم من الفريق الآن، كرة بتروح للمنافس. المساحة أمامه في هذه اللحظات. حارس يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل. الفريق يستعيد الكرة بعد ضغط ممتاز حقيقة وتكتيك رائع. كرة بتضيع، افتتاح النتيجة في الفرصة الماضية. هدف محقق لكن الكرة راحت. شوف الانفراد، واحد على واحد، كم بالإمكان. يهرب الكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. فرصة متاحة. كرة بتخطئ المرمى، سهلة بتتحول إلى ضربة مرمى. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. كرة هدف في هذه اللحظات. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط حارس. الله على الكرة، المدافع يتحول إلى حارس مرمى، يبعد كرة من على الخط، لم تمر، لم تمر. ضغط عالي يضع الفريق في موقف صعب جدا ويجعله يتصرف بهذه الطريقة ويفقد الاستحواذ بشكل سريع.
يستعيد الكرة بتدخل سليم. قد تكون هذه الفرصة بيلعبها، تصدي الكرة في الملعب. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. تدخل بخلص الكرة. إمكانيات الكرة العرضية. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. هنا في مكان خطير. يتقدم باتجاه المرمى. عرضية تصل للناحية الأخرى. أبعدها إلى ضربة ركنية. إعادة للكرة الخطيرة كانت قريبة جدا من المرمى. كرة زاوية إلى العمق. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. فرصة خطيرة الآن. خطرة. يا الله، شايفين اللي أنا شايف؟ هذه فرصة تضيع. انفراد بحارس المرمى، فكر يسدد كرة قوية، لكن اللقطة الماضية افتقدت الدقة، راحت الكرة، ما كان فيها تركيز، فرصة بتضيع عليه في اللقطة. فقدوا الكرة. ممتاز في قراءة اللعب. وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. الحكم يحتسب ركلة حرة. إنذار شفوي في هذه المرة. قد يتحول إلى إنذار وكرت أصفر إذا ما تكرر مرة أخرى. من هذا المكان يحتاج لتنفيذها بالتأكيد للزملاء بالشكل الصحيح حتى تشكل خطورة على المرمى. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. الحكم بيضيف دقيقتين إلى عمر المباراة. المساحة أمامه على طرف الملعب. شوط أول ينتهي والنتيجة سلبية. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني وسط أجواء كبيرة. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. يخترق ولديه المساحة. لابد أن يتصرف. يا رب، مستحيل الكرة. فعلها بهية ونجح في الوصول للشباك لتشتعل المباراة أكثر وأكثر. على الرغم من أن الهدف يبدو سهلا وأتى على طبق من فضة، لكن ما يحسب له توقعه، تمركزه، سبق المدافعين أيضا في اللقطة، وضع الكرة في الشباك. حيرة كبيرة على وجه المدرب اللي يعرف بأن فريقه بحاجة لتقديم أداء أفضل، خاصة إذا ما أراد بأن يعود في هذه المباراة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تحرك جيد في الثلث الهجومي. عند الكرة الآن. عرضية إلى العمق. أرسل جناح الكرة العرضية بشكل سليم، لكن ما كان في متابعة في اللقطة الماضية. كانت فرصة في هذه اللحظات، لكن ضيع الكرة. مضغوط عليه. رسميا الفرنسي كريم بنزيما انتقل الى بروسيا دورتموند في تحدي جديد قادما له من فريق المارينجا ريال مدريد. الانديه بشكل عام تستغل هذه الفتره. فرصه لوضع الكره في الشباك. كره خطيره على القائم.
تبريرة ذكية، رؤية ممتازة، لعب كرة حلوة، فرصة هنا. يا الله تعقدت الأمور، حكم يحتسب ركلة جزاء قد تزيد الفارق في هذه اللحظات. الحكم يكتفي بركلة جزاء ويحتفظ بالبطاقات في جيبه. سوء تقدير الموقف من اللاعب وخطأ صحيح، مخالفة ارتكبها اللاعب بعد إعاقة منافسه في توقيت خاطئ. تغيير راح يكون في هذا التوقيت، يدخل البديل بمجهود جديد يضيف للفريق. الان لسه نازل فريش، محاوله من جانب المدرب لاضافه شيء في ارضيه الملعب من خلال دكه البدلاء. الكره في المرمى من ركله جزاء نفذت بنجاح. تسديد ضربات الجزاء ليست مهمة سهلة كما يتخيل البعض، فيها ضغوطات، فيها حسابات، فيها تركيز، فيها تحميل مسؤولية. شخصية اللاعب تصنع الفارق في مثل هذه المواقف. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. ضاعت الكرة، عند الكرة في مكان خطير، ممكن جول، فرصة بتضيع والكرة بتعدي. تقليص الفارق، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى، لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. الإعادة تأتي أمامنا، ضربة جزاء بنجاح بوجه القدم في وسط المرمى. يفقد الاستحواذ، فرصة الآن هنا في مكان خطير، هذه هي، ومحاولة ولكن كرة تصل إلى الحارس. شوف ردة فعل المدرب الآن، لا تحتاج لأي تعليق بعد ضياع فرصة ثمينة جدا في المباراة. ركنية باتجاه المنطقة، ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. ضغط كبير على المنافس، لا يترك لهم كثير من الحلول سوى تشتيت الكرة خارج الملعب. عند الكرة الآن، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة، بتروح الكرة للخصم. فرصة الآن، يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخط. تسديدة قوية من مسافة قريبة لكن الكرة بتمر، الكرة بتعدي، كان ممكن تستغل بشكل أفضل، بشكل مثالي في التنفيذ. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة،
مساحات كبيرة في الجناح، عرضية في وسط منطقة الجزاء، وكرة باتجاه المرمى. تدخل سيء ممكن يكون فيها بطاقة صفراء، كرت أصفر صحيح ومستحق في اللقطة، واللاعب لازم يكون أكثر حذر في اللحظات القادمة. سوء تقدير الموقف من اللاعب وخطأ صحيح، مخالفة ارتكبها اللاعب بعد إعاقة منافسة في توقيت خاطئ. كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان. انظروا إلى هؤلاء المشجعين، انظروا إلى الطريقة التي يشجعون بها، انظروا إلى الجنون، انظروا إلى الفنون. الاحتفالات لا تتوقف، اقتربوا من الخروج منتصرين في هذه اللحظات. يتعرض لضغط كبير، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. عرضية إلى العمق، مضغوط عليه، كرة بترجع عند الحارس. بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. يقطع الكرة في مكان خطير. صافرة نهاية المباراة وانتصار من نصيب المستضيف. الفريق يستعيد الكرة بعد ضغط ممتاز حقيقة وتكتيك رائع. كرة بتضيع، افتتاح النتيجة في الفرصة الماضية، هدف محقق لكن الكرة راحت. شوف الانفراد، فرصة متاحة، كرة بتخطئ المرمى، سهلة بتتحول إلى ضربة مرمى. يخترق ولدي المساحة، محاولة لكن الحر، يا رب مستحيل. الكرة فعلها بهية ونجح في الوصول. الكرة في المرمى من ركلة جزاء نفذت بنجاح. ممكن جول، فرصة بتضيع والكرة بتعدي، فرصة الآن هنا في مكان خطير. هذه هي، ومحاولة ولكن كرة تصل إلى الحارس. فرصة الآن، يفشل في إبعاد الكرة بعيداً عن مناطق الخطر. تسديدة قوية من مسافة قريبة لكن الكرة بتمر، الكرة بتعدي، كم ممكن تستغل بشكل